راح أكمل معكم سلسلة طبخات المشتركين. اخترت مجموعة من وصفاتكم وراح أجربها معكم اليوم. بس أخليكم مع الفيديو. أول وصفة راح أجربها هي وصفة إندومي. أول شيء قطعت فلفل رومي وجزر وبطاطس القطع صغيرة، وراح أطبخها مع الإندومي. صاحبة الوصفة ما حددت نوع الإندومي فاستخدمت هذه. بعدين بعد ما استوت الاندومي حطيت شوية دبس رمان وخلطته. طعمها كان مرة لذيذ وكمان كانت مرة سبايسي. بصراحة ما كنت ادري ان بهارات الاندومي البرتقالية سبايسي كذا لانه ما اجربها كثير، بس انا نفسي حبيتها لانه انا عادي احب الاكل سبايسي. بس اللي ما يحب الاكل سبايسي جربوا اي نوع اندومي ثاني. وكمان دبس الرمان اعطاها شوية حلاوة. اعطي الوصفة 10 من 10. وثاني وصفة هي وصفة حلا بالمارشميلو، حسيتها مرة غريبة وحبيت اجربها. اول شي جبت مارشميلو حجم كبير وبعدين راح اسوي فيه فتحة من النص. علشان اسوي الحشوة طحنت اوريو وحطيت معاه شوية زبدة. وراح ابدا احشي المارشميلو بخليط الاوريو. بعدين كتبت بالوصفة انه اجيب اي فاكهة بحجم قطر المارشميلو، فكان اقرب شيء عندي لحجم المارشميلو هو الكيوي عشان كذا استخدمته. وبعدين لفيته بعجينة سكر بيضاء وحطيته على المارشميلو وحطيته بالمايكروويف لاقل من 30 ثانية، وبعد ما طلعته زينته بالنوتيلا. بصراحة هذه من اكثر الوصفات اللي استمتعت وانا اسويها لانه فكرتها غريبة. اما من ناحية الطعم جزء المارشميلو مع الاوريو كان مرة لذيذ، اما عجينة السكر مع الكيوي ابدا ما عجبني الطعم، علشان كذا اعطي الوصفة 9 من 10. ثالث وصفة هي وصفة فشار بسكيتلز. أول حاجة رشيت زيت، بعدين حطيت سكيتلز، وآخر شي حطيت الفشار. بعدين حطيت غطاية شفافة للقدر علشان نقدر نشوف ايش قاعد يصير. طعم الفشار كأن معاه سكر محروق، ما أدري بصراحة إذا أنا مسوية شي غلط بالوصفة أو هو المفروض إنها تكون طعمها كذا. رابع وصفة هي وصفة حلا. أول حاجة جبت مارشميلو وقطعته لأربع قطع، وبعدين جبت بسكوت دايجستيف وحشيت فيه المارشميلو. بعدين مكتوب انه احطه بالمايكرويف لحد ما يذوب المارشميلو، انا حطيته لمدة دقيقة. وذوبت جالكسي وصبيتها على البسكوت من فوق. كان باقي عندي شوية نوتيلا كنت استخدمها للتزيين، فحبيت انه ازين فيها الحلا. الوصفة هذه أكيد من الوصفات اللي راح أرجع أسويها مرة ثانية، وأكيد أنصحكم إنكم تجربوها وأعطيها 10 من 10. خامس وصفة هي وصفة حلا باللوتس.
أول شيء طحنت بسكوت لوتس وبعدين حطيت على زبدة اللوتس وخلط لحد ما صار معايا قوام متجانس. بعدين جبت صينية وحطيت فيها ورق زبدة وحطيت خليط اللوتس ورصيته كويس. حطيت فوق النوتيلا ووزعتها كويس وبعدين حطيته بالفريزر يجمد شوي. وبعد ما طلعت من الفريزر آخر شيء راح أبدأ أزينه باللوتس. حلى جدا لذيذ بس مشكلته كان مرة حالي. أحس لو أنه حطيت مع البسكوت قشطة وشوية من زبدة اللوتس راح يكون ألذ، لأنه كذا أحس راح يقلل نسبة الحلاوة بالحلى. بس بالنهاية الحلى طعمه مرة لذيذ بس مشكلته زي ما قلت لكم حالي مرة، عشان كذا أعطيه 9/10. وبسادس وصفة إنه نجرب أي بطاطس ليز مع نوتيلا. اخترت إنه أجرب نوعين بالملح وبالملح والخل. بليز بالملح والخل أشوف إنه طعمه كان مقبول، أما بليز بالملح كان طعمه لذيذ. للي يحبوا الحلى الحالي والمالح بنفس الوقت جربوا هذه الوصفة راح تعجبكم، وأعطيها 10/10. وسابع وصفة هي وصفة اندومي. أول شيء قطعت بطاطس المكعبات وقليتها، وبعد ما استوت معي البطاطس رشيت عليها شوية ملح. وبالوصفة مكتوب انه استخدم اندومي بنكهة الخضار. سويت الاندومي وبعد ما استوت معي حطيت عليها البهارات. بعدين حطيت الاندومي فوق البطاطس واخر شي حطيت فوقهم ليز. بالوصفة مو كاتبة نوع الليز فحطيت ليز. طعمها جدا لذيذ وزي ما قالت مرة تشبع، وكمان ما حسيت انه معها نكهات غريبة ابدا. كمان الحلو بالوصفة ان اندومي بالخضار معها طعم الليمون، وطعم الليمون احسه يجي لذيذ مع البطاطس المقلية. واكيد اعطي الوصفة 10/10. واخر وصفة راح اجربها هي وصفة حلا. راح اسوي بنفس الطريقة اللي قالت لي بس بنص الكميات. حطيت نص كوب سميد ونص كوب حليب وربع كوب سكر، وراح احمسهم كلهم مع بعض على النار. وبعد ما حمستها صارت معي تكتلات زي كذا اتوقع من السكر، عشان كذا صفيتها. وهنا اضفت 4 ملاعق كاكاو. وبعدين المفروض انه احط نص علبة قشطة، بس بصراحة انا بالغلط تكثرت اكثر من النص وصار معاي الخليط سائل شوي، عشان كذا حطيته بصينية وحطيته بالفريزر لحد ما يجمد شوي. اخر شي حطيت على الحلى نوتيلا. الحلى ابدا ما كان سيء، بس في شيء ما عجبني انه طعم السكر جاي مكرمل، وكنت متوقعه لانه حمسته مع السميد والحليب انه راح يجي طعمه كذا. بس لما اعطيت امي تجرب الحلى مره اعجبها وقالت لي تعطيه 10/10. ما ادري ممكن في ناس يعجبهم الحلى وناس لا، انا نفسي مو مره حبيته، اعطيه 7/10.
بس هاي نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك، واكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية. أو باي.